سيارة طريق المقالع الذي يمثل نقطة الانطلاق الأولى لطريق الحج البري الدولي الاستراتيجي الذي يربط بين محافظة النجف الأشرف والمملكة العربية السعودية. المشروع هو محل بعهد شركة أشور لعمل المقاولات. المشروع بطول 27 كيلومتر، يتضمن مقطعين العمل فيه، العمل ضمن 6 كيلوات الأولى والمقطع الثاني 21 كيلو الثانية. العمل حاليا يجري بالمقطع الثاني اللي هو 21 كيلو، يتضمن فقرتين الآن: منطقة السيطرة الأمنية الذي يتضمن أعمال قلع الإسفلت المتضرر القديم واستبداله بطبقة ريجيد بيفمنت بالكونكريت المعدل بالإضافات ليعطي أكثر قوة ومقاومة ومتانة وقابلية تشغيل وديمومة مع مرور الزمن. أما العمل الثاني بالمقطع الثاني بالفقرة الثانية فهو يشمل أعمال الفرش الطبقة الإسفلتية الرابطة بسمك 6 سنتيمتر على طول المقطع كله بطول 21 كيلومتر.